السلام عليكم. اخيب حاجه تقدر توقع لك في حياتك هي انك تفيق روطر. ملي كنقول لك غتفيق روطر ما كنقصدش غتفيق روطر من النعاس، لا كنقصد غتفيق روطر من الغفله اللي عايش فيها، الغفله اللي ضيعت لك حياتك. نهار ما عتفيق من هذه الغفله عتجبر ولاد الحومه ديالك والاصدقاء ديال الدراسه ديالك. كل واحد حقق الحلم والهدف ديالو، واللي كان باغي يوصل شي حاجه وصل. ملي كتشوف راسك كتجبر راسك باقي ما رسمتيش حتى الطريق اللي غتمشي فيها. فهاد اللحظه بالضبط ما خصكش تلم المجتمع، ما خصكش تخبع في الظروف، حيت كاينين الناس بداو من والو ووصلوا. فهاد اللحظه بالضبط خصك تلم راسك، تلم راسك على كل دقيقه ضيعتيها في الخاوي، حيت ساعه الناس اللي كانوا كيتقاتلوا وكيضربوا تمارا وكيسهروا الليالي كنتي تبع الخاوي، كنتي تبع رفقاء السوء والافلام والمسلسلات. ولكن دابا جا الوقت باش تراجع راسك، جا الوقت باش تعوض داكشي اللي فاتك، مادام باقي النفس كتطلع وتهود فيك الا وقادر تعمل اي حاجه. باقي الوقت في يدك والسن مجرد رقم، وكيقول واحد مثال توصل معطل احسن ما توصلش نهائيا. ثق في الله عز وجل وثق في راسك، وما تنساش تماره اللي ضربوها عليك الوالدين ديالك، تقاتل عليهم وخليهم يجي واحد النهار ويكونوا فخورين بيك. الهضره خرجت من القلب وكنتمنى تكون وصلت لقلوبكم. السلام عليكم.